بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الوزراء، ضيوف مصر الكرام من الدول العربية الشقيقة، الحضور الكريم. صباح مملوء بالخير ومختلف باختلاف أصحابه. صباح كله إنسانية، صدق، رحمة، تجتمع فيه كل المعاني السامية والأخلاق الكريمة التي أمرنا الله بها. نتراحم فيه فيما بيننا فيرحمنا الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، لينا مكان، هو شعار احتفالياتنا اليوم، هو ليس شعارا بل حقيقة يعيشها كل مختلف في بلدنا. السادة الحضور، هل أصبح فجأة للقادرون باختلاف قدرات وإمكانيات نراها ونقدرها؟ لا ورب العباد، بل نحن من تغيرنا. اختلفت نظرة المجتمع لهم اختلافا جذريا. هل تعلمون أنه في ديسمبر 1963 كان المصطلح الدارج مع الأسف في بلدنا هو أصحاب العاهات؟ ليس فقط رداءة المسمى، ولكن ما كان يترتب عليه من تعامل المجتمع معهم. قادرون باختلاف ليس فقط تطور إنساني في الاسم والمسمى، لكنه تطور أخلاقي واجتماعي. لك الفضل فيه أولا وأخيرا فخامة الرئيس. لولا إيمانك ودعمك لنا ما كنا وصلنا إلى أن نؤكد اليوم إنه لينا مكان. فخامة الرئيس، إني محملة اليوم لك برسالة شكر وعرفان وتقدير من أمهات القادرون باختلاف. اسمحوا لي أن أقرأ كلمات قصيرة كتبتها إحدى أمهات أولادي. أنا الأم اللي حلمت أحلام كتيرة ما يقبلهاش العقل، بس قلبها كان دليلها في أحلامها. أنا الأم اللي كانت دموعها بتنافس المطر مع كل إحباط وتمسح دموعها وتقول هحاول تاني. أنا الأم اللي سهرت ليالي تحسبها وتفكر وتدعي وتصلي. أنا الأم اللي سندت وقوت وحربت. الأم اللي تقلها 100 مرة أسفين مفيش لابنك اللي زيه مكان معانا، ردت مش مهم، مكانه في قلبي كفاية. أنا الأم اللي تقلها مش هيقدر وقالت لا هيقدر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا الأم اللي ما بطلتش ثقة في الله وفي ابنها وفي ربها. جالي رئيس شاور على ابني وإخواته وقال دول القادرون باختلاف، والنهاردة في حياتي بطل. حقا إن سألوك عن الصبر فابحثوا عنه في قلوب أمهات القادرون باختلاف. السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي أن أعلن خبرا سارا. تعلمون أن الاتحاد الرياضي المصري زي ما قال مصطفى سيشارك إن شاء الله في بطولة العالم المقامة في فرنسا 2023 ب5 منتخبات، وبأمر الله في يناير اللي جاي مصر هتتقدم لأول مرة لاستضافة بطولة العالم للإعاقات الذهنية عشان نستضيفها 2027 إن شاء الله. ختاما، لعلي أجد هذه الفرصة ملائمة لكي أوصي كل قادر باختلاف في بلدي ألا يتهاون ليس فقط في أخذ حقه بل في القيام بواجبه. فالحياة ليست ما لم يمنح لك، ولكن ماذا فعلت بما منح لك. وقد منح الله لكل منا عطاءه بما يتناسب مع قدراته. اسمح لي سيادة الرئيس أن أنهي كلمتي بكلمات لسيادتكم في احتفاليتنا في العام الماضي. حضرتك قلت احنا بنقول له يا رب لأجل خاطرهم احفظ بلدنا من كل شر وسوء. يا رب احفظ بلدنا من كل شر وسوء لأجل كل خاطر الملائكة دول، بيهم ترزق وبيهم تنصر بأمر الله كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. تحيا مصر دائما وأبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.